يلا انا عدو الحزن وانا عدو الفراق في ليلة كانت الاحزان لين ثقيل يا صاحبي والله فراقنا ما يطاق الهم عابر حزن ما هو عابر سبيل الله 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 والله ابو غلا والله ما ادري بترتيبها انا قلت بشعر بيت وانت علي بيت افضل شله ابراهيم ورطك هذا ورطني افضل شله ابراهيم ممكن تمر لا والله قوي لا قوي لا قوه الا بالله ابدعت فيها كمين ابو طلال لو سمعنا يا حبيبي لبيت حالك مرحبا بكم جميعا ارحب مليون لبيت ارحب وترحب المطر الله يبقيك الامر الثاني بالنسبه للموضوع الموضوع كل لازم لازم اذا الحياه يجي في خاطرك على رفيقك ورفيقك يجي في خاطره عليك لا حد يلعب على الثاني يقول لا ما تحصل تحصل